أعتذر منكم مسبقا أحيانا بضعفي في اللغة العربية، هذا هو اعتذاري بداية الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الزهرة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين الذي من علي ووفقني على زيارة أمير المؤمنين وزيارة جدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس لأول مرة خلال سنوات عمري ما يقارب 53 سنة، ببركة هذه المؤتمرات. ألف الحمد لله. والحمد لله الذي والحمد لله رب العالمين الذي من علي ووفقني على الالتقاء بنخبة الباحثين والمثقفين والأكاديميين والحوزويين من مختلف البلدان العالم شرقا وغربا ومركزا تحت راية أبي الفضل العباس عليه السلام. وطبعا لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أعزائي في العتبة العباسية المقدسة على رأسهم المتولي الشرعي حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد أحمد الصافي الذي خصنا بلطفه وعنايته جدا، وإلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على رأسها الأمين العام السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين الذي فعلا خصنا بحسن استقباله وحفاوته، وإلى مركز الصادقين للبحوث والدراسات والتحقيق على رأسها السيد عماد الجابري وأخي الفاضل الكريم السيد عثير الشريفي ومن شاركهم في هذا المؤتمر القيم والثمين. وأخيرا نبارك لصاحب الأمر والزمان الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وحضور الكريم وجميع المؤمنين والمؤمنات ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر وعيد الولاية يوم تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمقام الإمامة الإلهية. وأما بما يتعلق ببحثي تحت عنوان الإمام الباقر من منظور المستشرقين، ولو أن العنوان هو تركيز على كلمات المستشرقين أحياناً، يعني يتبادر ويتوقع المخاطب أحياناً تركيز على كلمات المستشرقين حول الإمام الباقر، ولكن فحوى الكلام هو شيء آخر في الواقع وسأبينها في أثناء الكلام. بذكر بعض النقاط كالمقدمة، يعني هناك نقاط مهمة لازم الانتباه إليها. النقطة الأولى كما هو المعروف عند الحضور الكريم أن موضوع الاستشراق والدراسات الاستشراقية نالت إلى مكانة مهمة وأصبح علما ذات منهج ذات أهداف وذات كل مواصفات أي علم، نالت إلى مكانة مهمة، ومن ثم قد ثبت للمستشرقين أيضا دور وتأثير في الأوساط العلمية الذي لا يمكن إنكارها. هو حقيقة أصبح يعني لهم مرجعية في الجامعات العلمية والبحوث العلمية. من هذا يعني منطلق فأصبح الاستشراق من أهم الموضوعات في عالم البحث العلمي
منها هذه الجلسة وهذه المؤتمرات الحالية. النقطة الثانية، اهتم المستشرقون اهتماما بالغا بالدراسة التشيع والشيعة، بما أن الاستشراق هو لفظ عام لها معاني ودوافع وتاريخه بدايتها أي شيء آخر، ولكن في فترتنا وزماننا حاليا تركزوا على دراسة الشيعة والتشيع من جميع جوانبها. قدموا دراسات عديدة في عقيدة التشيع، في أصولها، مبادئها، معتقداتها، في مصادر الشيعة، مصادر التشيع، في آداتهم، حتى تقاليد الشيعة، طقوس الاجتماعية، طقوس السياسية، أوضاعهم الاقتصادية، ذخائرهم، كل هذه الأمور درسوا مستشرقين من في حول الشيعة والتشيع. هاي هو النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة الناتجة ونتيجة هذه النقاط، هو ضرورة دراسات المستشرقين علينا، يعني الوجوب هذه القضية، كي يجب علينا أن ندرس دراسات المستشرقين حول مذهب الشيعة والتشيع. ذكرنا أنهم غيرنا، يعني المستشرقون هم غير شيعة، هم آخرون، وقاموا بدراستنا وتعرضوا في آثارهم لعقائد الشيعة، تعرضوا لمصادرنا كما ذكرنا، تعرضوا للممارسات الجماعية للشيعة، تعرضوا لبلاد الشيعة حتى، وتعرضوا لأماكن التي يسكن فيها الشيعة والأوضاع السياسية وذخائرهم السياسية. فمعرفة الغربيين، يعني شعوب الغرب، ستحصل معرفتهم من طريق هذه الدراسات. يعني شعوب العادية تعرفون الشيعة من مراجعة على هذه الآثار المستشرقين في الواقع. فواجب علينا أن نعرف ما هو قراءتهم عنا، ما هو يقولون عنا، ما هو يقولون فينا، وكيف يعرفون إلى شعوبهم. على هذا الأساس ومن بسبب إجابة على هذه الضرورة، قد تعرض بعض الباحثين الشيعيين قاموا بتعليف كتب أحيانا أو آثار عديدة لنقد على الاستشراق أو نظريات المستشرقين. وأما هذه الدراسات تركز على مثلا مواضيع مختلفة من جوانب مختلفة، تعريف الاستشراق والمستشرق مثلا، نشأة الاستشراق، تاريخها، تقسيماتها، دوافع المستشرقين أحيانا، وحتى تقسيم المستشرقين على فئات مختلفة حسب الدوافع، حسب المذهب، حسب كل هذه الأمور، حسب دوافع، مبادئ، جغرافيا، حتى الديانة. وأما في هذه الكليمة، في هذه الدقائق وفي هذه المقالة، اكتفيت واقتصرت وركزت على جانب أو البعد المنسي من أبعاد المستشرقين، أو بعد الذي كان أقل اهتماما عند الباحثين الإسلاميين إليها. ومقصود من هذه الكلمة المستشرق، بما أن هناك تعريف مستشرق، هو مغرس، هو غير، هو المستشرق مستبشر أحيانا أو غير سليمة، ولكن قصدي من هذا الكلام والمقصود عندي، المفروض هو الباحث اللي دارس الشيء هو الباحث سليم النفس، يعني بدافع سليم ودافع علمية بحث، قام بدراسة التشيع والشيء. من هذا الجانب أنا سأتقدم بحثي إن شاء الله في دقائق المتبقية. إخواني أخواتي، حضور الكريم، سادة الكرام، إذا نظرنا وإذا رجعنا إلى أعمال المستشرقين والبحوث المستشرقين حول الشيعة والتشيع من الماضي إلى الحاضر، يعني كلها، نرى من الماضي إلى الحاضر، يعني قصدي من بداية دراستهم بالنسبة إلى التشيع، لا النفس الاستشراق، نرى أنهم قدموا دراسات وتحليلات متنوعة في مواضيع الذي
ذكرتها سابقا، وهذه الدراسات أحيانا تكون متضاربة حتى، يعني في نفس الوقت اللي تكون متنوعة أحيانا أكو متضاربة ومتضادة أحيانا. في مجتمعاتهم بجوامعهم العلمية، ولكن هناك نقطة مهمة، أن جميع هذه البحوث والدراسات هناك نقطة مشتركة بين جميع هذه الدراسات وقدرا جامعا، وهو أن نتيجة التي وصلوا إليها هذه المستشرقين من فئات المختلفة هو خلاف الواقع الحقيقي للشيعة والتشيع. يعني أغلبيتهم وصلوا إلى نتيجة لا يمكن تطبيقها على الواقع الحقيقي للشيعة. والسؤال الرئيسي لهذه المقالة والبحث هذا هو نفسه، يعني شغل بالي، دفعني وشجعني إلى قيام بهذا البحث، لماذا رغم وجود الدعائي المنهجية، لماذا رغم وجود الدعائي المنهجية العلمية في البحوث الغربيين تكون نتائج بحوثهم وأبحاثهم التي أجريت بهدف وبغية التعرف على التشيع على المذهب الشيعة والأئمة الشيعة لا تتوافق مع الحقيقة؟ هاي هو السؤال، لماذا رغم هذه المنهجية المدعى عليه ولكن نتيجة بحوثهم يختلف عن الواقع الشيعي؟ وجدت أن هذه النتيجة الخاطئ هي نتيجة الاتجاه الخاطئ، يعني الاتجاه اللي أخذوها هذه النتيجة خاطئ، بسبب هذا وصلوا إلى نتيجة غير واقعي وخاطئ بسبب اتجاه الخاطئ. إذا نظرنا إلى هذه الدراسات نرى أن اتجاههم، قصدي الاتجاه غير المنهج، ولكن في هذه يعني أنا أعرف أن هناك فارق بين المنهج وبين الاتجاه، وأما في هذه المقالة وفي هذا البحث اعتبرتهما كلمات مترادفة، لأن الاتجاه هو خلفية لاستخدام المنهج الخاص. بس الاتجاه التاريخية الأولى، يعني نرى أنهم تتجهون على اتجاه التاريخية أو الاتجاه الظاهراتية الفينومينولوجية. اتجاه التاريخية كما تعرفون يعني هذه الظواهر الموجودة، الظواهر الاجتماعية الثقافية وكلها هو نتيجة تطورات والتقلبات التاريخية، هذا هو بالنسبة إلى هذه النظرية التاريخية. والظاهراتية أيضا هذا الاتجاه تبني على تسليط الضوء على وصف الظاهرة ومعرفتها ومعرفة تأثيراتها ومكوناتها في بال المعتقد بهذه الظاهرة، هذا هو الاتجاه الثاني، هو قريب. يعني يمكن الدراسات بهذا الاتجاه قريب بالواقع أحيانا، ومن المؤسف بعض الباحثين الإخواننا الشيعي كانوا يغرون بهذه القضية ويعتبرونها هو من منظور شيعي وهو موافق وهو تعاطف، وليس في الواقع حقيقة القضية بهذا الشكل. كما بس هسه إن شاء الله حاليا نبدأ ب آراء المستشرقين حول الإمام الباقر. هذه المقدمات اللي ذكرتها وهذه هي الاتجاهات. وأما إيتان كوهلبر كما تعرفون هو أحد المستشرقين، درس الشيعة بتمام جوانبها، تاريخها، تاريخ الشيعة، وله كثير من آثار والمقالات في مواضع المتعلقة بالشيعة، مقالة الإمام الباقر في دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية، مقالة الإمام الباقر، مقالة الإمام السجاد، مسلم بن العقيل، السفير، الرجعة، الشهيد الثاني، وسليمان بن سرد الخزائي،
أمين الإسلام طبرسي، وكل هذه الآثار هو آثار هذا المستشرق. وأما بالنسبة إلى الإمام الباقر، هذا المستشرق يعتقد أن تنظيم الفقه الشيعي وتدوين المنظومة المعتقدات الشيعية نتيجة فضل العلمية للإمام الباقر. انتبهوا إلى هذه الألفاظ، نتيجة فضل العلمية للإمام الباقر. ولكن إلى جانب اعتقاده بهذه المكانة العلمية للإمام الباقر ودوره المركزي في تنظيم المذهب التشيع، قد انحصر شرعية إمامة الإمام الباقر على تسليم جابر بن عبد الله الأنصاري من جانب رسول الله إلى الإمام الباقر. وقدم صورة عن الإمام الباقر أنه شخص هادئ ومنعزل في محيطه السياسي المعاصر، والذي لم يقم بدعم الانتفاضات والحركات اللي تشكلت ضد الحكومة العموية، ولم يكن موافقا مع الثوريين الألويين. يعني هو صورة اللي قدم إليها، رغم أن هذا المستشرق لم يرى أو مثلا لم يستطيع أو ما أعرف يعني كيف اعتمد على تسليم جابر بن عبد الله الأنصاري، ولم يذكر مثلا أو لم يراجع إلى نفس حديث اللوه الذي كان يروي نفس الشخص وجابر، جابر بن عبد الله حديث اللوح المحفوظ، هو تدل على إمامة الإمام بوحي إلهي، كلمة وصف الباقر كان من جانب الله مو من جانب شخص آخر، وهذه الأمور. المستشرق الدكتور دقيقة واحدة فقط لا غير، يا الله. ومستشرق أرزينة لالاني أيضا هو نفس الكلام اللي المستشرقة اللي ذكرته، أحد الباحثين قال إذا نبث فد مجموعة من عليه السلام في هذا الكتاب سيصبح كتابا شيعيا إثنا عشريا. هذا هو الخطأ اللي يعني خطأ كبير جدا بسبب رؤيته، لأن هذا الأرزينة كما أنه إسماعيلي مذهبها هو إسماعيلي، ولكن لم تتحدث أي كلمة عن إمامة الإلهية للإمام الباقر. فقط حتى قد روت روايات الكليني من أحاديث حول إمامة الإمام الباقر، ولكن كل هذه المستشرقين بأجمعهم كلمة واحدة رغم اعتقادهم واعترافهم وإقرارهم على مكانة الإمام الباقر ودوره في مذهب التشيع لم يعتمدوا على الإمامة الإلهية. وهذا هو اللب نتيجة كلامي، ليس هناك أي فرق بين إمام الحسين وإمام الباقر وإمام السجاد وكل الأئمة من منظور المستشرقين إذا لم يعرفون الإمامة الإلهية. الإمامة إذا كان عندهم إلهية ليس هناك فرق بين المصادق، لا يعبرون عن الإمام الصادق بمنعزل السياسي، لا يعرف مثلا يقولون التقي كأصل ديني، وهذه الأمور. أعتذر على الإطالة، بقيت كلام جدا ولكن ضيق الوقت يصبح الكلام، وأعتذر منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم دكتور كريم الحسان من نجف الأشرف. حياك الله. الدكتور عبد الكريم بور ما طرحه من سؤال حول أن المنهجية المستشرقين العلمية رغم أنها منهجية ولكنها لم تصل إلى الحقيقة حول التشيع. أقول لا، الاستشراق أو المستشرقون انقسموا حسب ما يعرفه المتخصصون، انقسموا إلى ثلاث. أولا من هم ما يعرف الأوائل هم المبشرين إلى المسيحية. ثانيا المضلل بهم من قبل المصادر الأبناء العامة. والثالثا وهم المعتدلون أو المعتدلين
اللي كان لهم آراء معتدلة حول التشيع والدراسات حول الشيعة الإمامية بالخصوص، ومنهم مثلا هنري كوربان الذي يقول عنه ومناظراته مع السيد محمد حسين طباطبائي، يقول عندما كنت أقرأ عليه دعاء العهد تجري دموعه من عينيه. هذا واحد. ثانيا بالنسبة إلى المستشرقة الألمانية الأرزينة لالاني التي كتبت عن الإمام الباقر عليه السلام، هي لم تكن من الإسماعيلية، هي ألمانية، ولكنها في عملها في مركز الإسماعيلية، معهد الإسماعيلي، وليست إسماعيلية هي. ثالثا البحث الذي تطرق له بعيد عن الإمام الباقر، كان الأولى أن يكون الدراسات الشيعية في عند المستشرقين. والذي يريد أن يراجع ما كتب عن الإمام الباقر في المستشرقين، كتاب طبع في العتبة العباسية، الإمام محمد الباقر في فكر المستشرقين. وشكرا. أحسنت.